يعني تعقيب في دقيقه، ارجو الا يفهم ان حديثنا عن المراه اننا نصادر حريه المراه، ده معنى اريد التاكيد عليه بقوه. انا مع اخي الدكتور محمود، مع اخي مهندس عاصم، مع كل من تحدثوا اتفق معهم تماما، ولكن هذا لا يعني اننا نصادر حق المراه او حريه المراه. المراه لها الحق الكامل في المشاركة الفعالة والجادة في إصلاح الوطن. المرأة لا قيد على ممارسة حريتها إلا مراعاة مبادئ الشريعة ومراعاة الإسلام في هذه الممارسات. نحن أجمعنا في الجماعة الإسلامية على أن المرأة لها أن تشارك في الحياة السياسية، في العمل العام، تشارك في الانتخاب، تشارك في الترشيح، تتولى أي منصب، ما عدا وضعنا قيدا هو أن تتولى المرأة رئاسة الجمهورية. هذا هو القيد الذي وضعته الجماعة. ما عدا ذلك المرأة لها حق المشاركة، لها الحرية الكاملة، لا حجر عليها. لكن المعنى الذي يعني الحق الذي يراده الباطل حق المرأة بمعنى الخروج على الشريعة، نقول له حق المرأة مكفول تماما كحق مؤكد ومؤكدا عليه من الشريعة، الحق الكامل للمرأة في ممارسة. وأظن أن لم تأتي الشريعة أعطت للمرأة على الحق كالشريعة الإسلامية. يعني مسألة سواء كما تكلم أخي الدكتور محمود، انظروا إلى المرأة في أوروبا الآن وهي التي تتمنى أن ترجع إلى مبادئ الشريعة، لأنها يعني عندما أرادوا إعطاها الحق قد مارسوا مسخا لهذه المرأة. والمرأة قبل الإسلام أنتم تعلمون حالها، فالإسلام هو الذي أقر ورسخ وأعطى للمرأة حريتها، ونحن بالتالي ندور مع الإسلام ونقول للمرأة الحق الكامل في ممارسة كل الأنشطة في كل المالي وكل الاتجاهات، ما عدا القيد في مسألة رأس الجمهورية والقيد في عدم مخالفة هذه المرأة للشريعة الإسلامية أثناء ممارستها لحقها وحريتها.